السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيك زوربا ميرا ماركا هيك زوربا هيك جايز انا اريد ان اوتي الاسئلة عن الاسئلتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا رجال الشارع طيب. الآن أنا مع أصحابي و اسمه كده عبد الله عكيلي وهذا مختار. أحمد مختار وهذا من فين أنت؟ أنت قول لي من فين؟ من مكة. من أهل المكة. هذا من أهل المكة وساكن في المكة ومولود في المكة. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. وأنت مولى أنت ساكن في المكة وكم عمرك الآن؟ 20. طيب وهذا ايش اسمك انت؟ مختار. مصر. من فين انت؟ مصر. ما شاء الله الازهار مشهور في انونيشيا الازهار جميل الازهار. يدرسون في الازهار. طيب كثير من النسان الذين يتدرسون في الازهار. وكم يا سندم؟ 20. توكوزر 20 20 وانا كم؟ كم عندك؟ اوندوكوس يوك اون سايكيس اون دوكوس يرمي ايني سوا طيب والان اريد ان اوتي الاسئله الى صاحبي لعبد الله من اهل المكه واحمد مختار من مصر هذا من العربيين اريد ان اسال اليك اولا تمام كيف ايش رايك عن الناس الاندونيسيين قول حقيقي كويسين ناس كويسين يعني ايجابيات سلبيات يعني لا ما كيف؟ سلبيات ما يعني سلبيات بس انه عشرتهم شيء ناس كويسين كويس وكيف كمان كيف بس هذا يعني هل هناك الذين غضب زي كده لا كويس كله صح ايه. راما ايش يعني راما يعني في هذا اللغة الاندونيسية يعني كويس راما صح تعرف اندونيسيا فين انا ما اعرف فين عاصمة اندونيسيا ها عاصمة لا 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 يعني فين اندونيسيا يعني جهر الشراسي في الجهر ايوه في عسيا صح طيب والان انت انا كيف رايك يعني ايش رايك يعني الناس الاندونيسيين انا شفتهم تمام كل حاجه فيهم بيحبوا الفرحه بيحبوا المرح بيحبوا الضحك بيحبوا الاجتماعات تمام بيحبوا بعضهم ما شاء الله تمام بيحبوا بعضهم فهمت دايما متحبين بيحبوا مع بعض دايما لكن في مشكله ما فيش مشكله شفت ما في مشكله صح مشكله لكن كل حاجه شفتها انهم اللي هم بيحبوا الفرح بيحبوا الخروجات أيوة. لكن كل حاجه بيعملوها مع بعض زي كده صح قال لي لا كنت انت وانت كل وقت غضب غضب عبد الله ايش هذا ايش هذا او ماي وا مو سينديرو ايوه على رب زي كده صح انت ما هو مختار احنا جدا متفاهمين اصحاب عن جد متفاهمين الاتحاد اساس النجاح صح ايوه الاتحاد اساس النجاح متحدين جدا بيحبوا زينا كده كذاب انت عشان كده احنا دايما ناجحين ما نحتاج طيب السؤال الثاني ايش عاصمة اندونيسيا؟ ها؟ جاكرتا انت؟ مين؟ اسكت انت؟ جاكرتا صح؟ انا عاصمة اندونيسيا ايوه سنغافورة يا ابني هذه بلاد وين اندونيسيا؟ والله ايوه لا هذا يعني هذا بلاد قريب من اندونيسيا جنب بس عاصمة اندونيسيا يعني جاكرتا مو سنغافورة هذا سنغافورة دولة جاكرتا جاكرتا موناس تعرف ولا موناس؟ موناس لا موناس مين دول؟ هذا في مكة صح؟ هذا عند بيتنا هذا في بيتنا انت ساكن هنا كذاب انت ساكن في الساعه تضبط هذا كلها فنادق انت تضرب منبه كلها فنادق ايوه لا كذاب انت بس موناس هذا يعني برج ايوه برج هذا في عاصمة جاكرتا شفت انا كنت هنا اصلا موناس هذا موناس ده بس موناس ايوه هذا كثير من التاريخ الذين يهجمون في مالي كم عمره عندنا في مكه في تاريخ برضه ايوه تاريخ طيب السؤال الثالث وتي لك هو الثاني انا الثالث انت كل شيء حتبدا مني ولا ايوه انت بدك تسال هناك طيب انت تعرف اندونيسيا صح؟ اذكر مشهور المدينه في اندونيسيا مشهور المدينه الذين مشهور في الدنيا
أنديكا. ما أنديكا هذا أنديكا هذا اسم. مش أنت. أنا. دقيقة. يلا. ألو. أنا السؤال. لا أصبر كمل أصبر. بحيرة. سيوة جاكرتا. Half hours later. Kuala Lumpur, Malaysia. Bali. Bali. هذا في إندونيسيا. أيوة أنا قلت له كذا. لا. في بالي. لا في شيء ثاني جاوا ايوه جاوا في كمان سوماترا لا ما اعرف جاوا في كمان واحده جده مو جده في جنب جاكرتا بوغور باندونغ ايوه كمل لا اتذكر بوغور باندونغ تانغرانغ بانتن لا خلاص اما ايوه يعني مشهور مدينه في اندونيسيا الذين يعرفون الناس في الدنيا بالي. بس بالي العربيون امريكيين بالي اصلا مره حلوه تركي في بالي هناك يعني بحر دينيس يعني سيرفينج ايش قول في السوري لا ايوه هذا سباح صح يعني سيرفينج ايش ما اقول في العربيه سيرفينج يعني ايش سيرفينج اصلا في مويه ذاكره شلال صح لا امواج ايوه سيرفينج يعني أمواج. أمواج. طيب. سؤال الرابع. لو طالع فيها طالع هناك ما حد. طيب من هنا. يعني في تركي الفلوس ليرة صح؟ وفي سعودي ريال. في قطر دينار. قطر دينار؟ ريال. لا قطر دينار. نص قطر صح. كمل. طيب. دينار ريال. وإيش الفلوس في إندونيسيا؟ فهمني؟ فاهمك. الفلوس من اندونيسيا لا ممنوع ايش جنيه ها جنيه لا ما جنيه دولار بس في امريكا يورو لا يورو مارك روبيا ايوه روبيا زي روسيا والله لا يعني في روسيا روبي مو روبيا يعني واحد في إندونيسيا ألف روبية بس نص حلالة هذا تشوزر الأكلات الذي مشهور في الدنيا من إندونيسيا ساتي أيوة في ساتي طيب إيش كمان في كمان اسمه ذا ساتي أنت تعرف ساتي أيوة ما تبي ستعرف ساتي يعني في إندونيسيا مشهورين طيب إيش في إيش كده زي الأندومي في أندومي كده أيوة أندومي هذا ما كنا من إندونيسيا إنه في seleraku خضار كده مدري فاهمني ايوه في طريقه مشهوره اندونيسيا عندهم اندونيسيا اكثر مشهوره ايوه وفي اسمه ده نسيت ايش كمان طيب في انا اكل اصلا احب طيب بس انت ايش ساتيو اندومي وفي كمان اندومي لا اندومي هي اصلا اكل اندونيسي اناناس ايش الناس ما يقول لك اكله ايش زي كرات البطاطس زي كرة كده بس إنه بطاطس جواتها شيء في إندونيسيا كم طعم ما أعرف إيش أنت حبيت في إندونيسيا لا أنا أصلاً يعني هي شيء بليون عارف كل شيء من أوى كثير أكل هذا كويس وأنت أنا لما في اسمه ده الشطة السوماطرة في إندونيسيا أيوة يا الشطة هذا سامبل هذا تشوكو زي هذا عندما انت مره هروح الى اندونيسيا ولا لا ما راح بس انا هروح
ما رحتش بس هروح. هروح هروح. انت بغرا. ايوه هروح. هروح انت. هروح. 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 وانت؟ هروح ان شاء الله. هروح معاكم بقى. امين امين ان شاء الله.